متى تكون الهجرة من البلد واجبة، علما بأنه لا يوجد في هذا البلد علماء ولا طلاب علم على الكتاب والسنة؟ على قدرة، إذا كنت تقدر على السفر لطلب العلم سافر، أما إذا كنت ما تقدر فأنت معذور، ولكن عليك بالاستماع للبرامج الدينية في إذاعات القرآن، وعليك بالاستماع للمحاضرات والدروس المسجلة والقراءة في الكتب المفيدة تستفيد منها، هذا أقل شيء. أما إذا تيسر لك السفر والحضور عند العلماء فإنه لا شك أنه متأكد في حقك أن تسافر مع الإمكان والقدرة تطلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم.